ارجع للمباراه. بص يا عم منتصر، هو بيقول لك 99%، محمد مهدي بيقول لك نسبه 90 99%. القيمه التسويقيه هنا للنادي الزمالك قبل السوبر الافريقي بعد ساعات كما اعلن رسميا بالضبط اجمالي القيمه التسويقيه 18.80 مليون جنيه. يعني ال 18 مليون 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 قصدي يورو، انا اسف، مليون يورو، 18.80 مليون يورو. بينما يتصدر احمد زيزو قائمه لاعبي الزمالك الاعلى تسويقيا داخل الفريق. النادي الاهلي 28 مليون يورو فاصل 58، ومن اغنى الانديه في العرب، ويعتبر امام عاشور صاحب اغلى قيمه تسويقيه بين لاعبي النادي الاهلي. النهارده لما تقابل هذا الكواليتي حضرتك 28 مليون يورو فاصلة 58 عن 18 10 ايه 28 10. اكتر من 10 بشويه، ماشي 10 وشويه او 10 الا لا 10 10 عشان منتصر 10 عشان منتصر 18 مليون يورو فاصلة 80. انت بتتكلم في قيمه تسويقيه تعني كواليتي لعيبه اعلى. توقعاتك للزمالك؟ مهدي ساب لنا 1%، انا براهن على 1% اللي سابه مهدي ده انه نادي الزمالك يكسب المباراه. الثقة المفرطة من لاعبي النادي الاهلي بالتاكيد زي ما مهدي قال، انا مش هقلل من اللي قاله، طب يعني ببالغ في النسبة بشكل كبير جدا، لان مباراة الاهلي والزمالك المردود الفني قبل اقامة اللقاء وال 90 دقيقة بيبقى وقت ال 90 دقيقة مختلف تماما. يعني النهاردة الفريق اللي هيركز على التفاصيل وهيستفاد من اخطاء المنافس هو اللي هيبقى عنده حظوظ كبيرة جدا. اوقات كتيرة جدا كان نادي الزمالك قيمته التسويقية اعلى والكواليتي اللعيبة اعلى وخسر المباراة، وخسر 20 خسر بشكل يعني غير متوقع. المباراة دي شبيهة ب 2020 من وجهة نظري. الأهلي هو في وضع الزمالك القوي، صحيح، والزمالك في وضع الأهلي اللي كان ضعيفا. وخلي بالك السوبر الإفريقي على مسؤوليتي، السوبر الإفريقي لا ياخد الزمالك إلى أتون مشاكل كبيرة جدا فيها مفتعل وغير مفتعل، لإما ياخد الأهلي في حتة يطير وحده مش هيرجع منها تاني. وده اللي أنا قلته قبل 2020، نقطة فاصلة الأهلي لو فاز الزمالك سيعاني إداريا. قالوا لي طب مال الإدارة ومال الكورة؟ قلت لهم يا جماعة خدوا معلوماتي وارميها البحر. وأنا بقول لك أهو، لو الزمالك خسر السوبر الإفريقي ارجع معايا لنفس ما حدث في 2020، ما قبل المباراة القرن كان الزمالك في حتة تانية وما بعد المباراة كان في حتة تانية. عشان كده كان في مؤامرة كبيرة جدا، وانا بقول هذا الاول مرة ان كاردرون يمشي. ايوه انا بعتبر رحيل كاردرون كان مؤامرة على الزمالك رغم انف محمد مهدي. انا عايزك عشان انا منصف، بس عايزك لا كان في امر، كان لازم كاردرون يمشي عشان الاهلي يفوز، عايزك مش الاهلي اللي مشاه. لا لا مش الاهلي اللي مشاه، هو لو كان موجود ما كانش الاهلي كسب. مين؟ لا ما كانش هيكسب. لا على مسؤوليتي ما كانش هيكسب. ليه على مسؤوليتي؟ على لا ما كانش هيكسب. مش كوره؟ ايوه كوره ما يكسبش. يعني مهدي لا ما يكسبش. الاهلي ما كسبوش خالص، فما كسبش الزمالك في وجوده خالص. لا 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 كاردرون كان وصل مع الفرقه دي الى القمه. ملوش علاقه لا قمه ولا قاع. لا 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 كان عندك كواليتي لعيبه. لما نتكلم بعد اذنك يا مهدي اسمح لي، لما نتكلم على كواليتي لعيبه زي ما عبد الناصر بصراحه فاجئني انه قال عمل الربط الممتاز ده، لانه فعلا نفس الصوره بتتكرر مره ثانيه، حتى نفس مواهبه الفريقين. النهارده ما كان عندك مدير فني وكان عندك استقرار اداري بشكل كبير جدا في الفتره دي، وعندك كواليتي لعيبه بقيمه، عندك مثلا محمد ابو جبل في حراسه المرمى وقدامه الونش، وموجود شيكابالا وموجود طارق حامد وفرجاني ساس واشرف بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد وعبد الشافي. كوره ما تتغلبش يا بيه، ما تتغلبش كوره خالص. حتى بعد عشان كده بس باكد معاك، حتى بعد الاهلي مالوش ذنب في رحيم كاردرون. الاهلي بره القصه. يعني هو وقتها كان الزمالك محجوز على حساباته في البنوك، كان عليه مش عارف بتاع ايه، وكان في بداية وضع قيود غير طبيعية. أنا بقول لك بدليل لا اللي بره القصة، لا اللي ملوش يعني أنا بقول لك أنا ملوش كل ده مشاكل إدارية عند النادي حلها. بص يا محمد أنا بعمل ربط بما يرضي الله، الزمالك في الملعب ما يتغلبش، ولكن كانت في حروب كونيه حواليه خارج الملعب. مش حاجه اسمها صعب الملعب. احنا لا نقلل من الاهلي، الاهلي برافو عليه في الظروف دي، في الظروف دي الاهلي برافو عليه انه قدر يكسب الماتش ده. يا منفصل انت مروح في الماتش يا محمد غير الكوره بتاعت زيزو في العارضه. يا باشا عملت ايه؟ طلع يا باشا عشان الشحات مضيع واحده فرات في بدايه الشوط برضه مالهاش علاقه بكلام الكوره. الاهلي والكوره الاجواء اللي بره الناس ما صدقتنيش وقتها.
بعد المباراة الناس شافت كل اللي انا قلته بيتنفذ، حل مجلس ادارة، مشاكل مش عارف ايه. اقول لك سر، لا عايز اكملك دي بس. المرة دي ده خدمة لنادي الزمالك يا صاحبي، يا انه حل مجلس الادارة يتأخر من قبل الماتش لبعد الماتش خدمة للنادي عشان ما يتأثرش. طب اقول لك سر يا باشا، وريني هو هو, هو لو الحل ده تم قبل النهائي مش كله كان يقول لك مؤامره ومجلس عشان ازاي انت تعيش وانت ازاي تعيش مجلس انه عارف هيتحل قبل وبعد وعايز ينجز ازاي؟ اقول لك شهاده للتاريخ، اسمع بس شهاده للتاريخ، اقول لك شهاده للتاريخ. الدكتور اسامه زيد كان في تغييرات صحفيه في الفتره دي، وكان بقى له 3 اسابيع او حاجه زي كده قبل نهايه 2020 بشهر، والله جه معاه الخبر بتاع انه المجلس هيمشي. فقعدت اقول له يا دكتور قبل الماتش، قبل الماتش ايوه كل الناس عارفه والله العظيم انا أيوة. قعدت اقول له يا دكتور والنبي بعد اذنك ما ننزلش الخبر ده، هيفهم منه ان احنا ضد النادي، مع انه قال لي ده خبر صحيح. قعد نايمين عليه اسبوع، ابتدت الدنيا تشتغل، فنزلنا بيه اخبار رياضه منشط. وهل ده صح يعني انك انت، انا بقول لك حاجه، نزلنا بيه منشط ماشي، انت اخرت، انت برضه في مصلحه كيان أيوة. كبير ومقبل على مباراه تاريخيه. الخبر يتعوض، القرار ما نتكلمش في الخبر يتعوض، الخبر يتعوض، انما الكيان عشان تهزه حتى لو للنادي الاهلي او للنادي حتى اسمه في مجله الزمالك يا باشا. ماشي، في النهايه الخبر نزل وكان انفراد لاخبار رياضه منشط انه يعني مجلس جديد لنادي الزمالك قبل النهائي. فانت داخل المباراه وعندك فزعت انه في مجلس جديد لنادي الزمالك، دخلت كارترون مشي يا ظبط ناس زي ما انت قلت، مشي ورجع ازاي؟ يعني ايه اللي خلاه مشي قبل مباراتين الرجاء المغربي تمام، وايه اللي خلاه رجع بعدها تاني؟ اتاكد ان الاهلي ملوش دعوه. الاهلي ملوش دعوه، ايوه بس كان اكد على دي. الاهلي هيغير مدرب، كان من ده المؤامره كانت من داخل نادي الزمالك بالتنسيق مع ناس في 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 ما سابقين، مسؤولين سابقين في نادي الزمالك. حتى لما دخلت على الماتش نفسه وحصل الكورونا، قصدك يعني مسؤولين سابقين في الزمالك هم اللي عملوا المؤامره على الزمالك ومشوا كارترون عشان خاطر الاتفاق الزمالك يخسر. نفس اللي حصل على اتهام احد، وانا كنت على كلام، نفس اللي حصل، كارترون مشي، كارترون مشي قبل ده، وبعد ما النهائي خلص والمجلس مش رجع تاني مسك الفريق. انا بتكلم على جزئيه، انت قلت مسؤولين سابقين شهر. بس انا بس كان المشاهد يقول لك ليه عملت الرب؟ انا ده الجديد اللي انا بعمله النهارده، لان لما تخلص الرب ده والشهاده للتاريخ تعالى النهارده. بس انت ربط فني كمان، انت قلت الفرقتين أيوة. كمان نفس الظروف ممكن الدنيا تعكس بالظبط. لا واداري، وهو الاهلي ما عندوش مشكله اداريه عشان يتحل ولا ما يتحلش، لا خسر او كسب. بكلمك على كره اللعيبه، بنتكلم هنا. والاهلي ما كانش وحش برضه يا جماعه ساعتها، اصل انتوا بتحسسوني ان الاهلي ساعتها كان ضايع. هو انت مش فاهمنا. لا فاهمك والله، انت بتقارن يا باشا. طلع الملعب، طلع الملعب يا باشا. بص، زي ما انت بتنزل لاعب تقول له اخر مباراه ليك. مين كان الباك ليفت بتاع الزمالك الاساسي في الماتش ده يا كابتن؟ عبد الله جمعة. عبد الله جمعة طلع كورونا ولعب اسلام جابر كورونا، عملت مؤامره على الزمالك. اسمع مني بس يا باشا، مالكش دعوه، ما بتتكلمش. وكان عندك اوباما، على ظروف اوباما ما ده ظروف على كل الفرق يا فندم. دي اهم يا باشا، دي اهم مباراه بعد نادي، بعد مباراه القرن. اما الاهلي كان عنده غيابات يا جماعه، كان عنده ديانج. طيب هو ديانج ده نص فرقه، ديانج طلع كورونا. اسمع مني بعد اذنك يا صاحب النصر، ما انا والنبي اديني فرصتك، انا عايز اديك فرصتك بس عشان نوضح. ماشي انا اقول، وانت الزمالك كان قوي وكان ايوه قوي، كان قوي. ما تتحججش بقى بالنص، عندي هنا كورونا وعبد الله. خلينا نتحجج في حاجه، واحمد جمعه ما لعبش، ما انت قوي. خلينا، مش انت وتاخد اقوى من الاهلي. انا كان عندي عبد الله جمعه اهم لاعب في الاهلي، دي كان غايب على الماتش. خد مني وارمي البحر عشان نخلص الجزئيه دي. كان عندي عبد الله، كان عندي عبد الله جمعه طلع كورونا، وباما راح حاضر فرح قبلها طلع كورونا، وباما مش مؤثر. فعبد الله جمعه طلع كورونا، اضطريت لاعب اسلام جابر باك ليفت. الونش كان بقاله فتره كورونا من المنتخب، ما خفش الحمد لله لما اتعمل له الاختبار قبل المباراه، ما خفش ماشي. جه اوباما نفس الكلام، النهارده بتتكلم راح مطلع ديانج كورونا، يعني طلع عبد الله جمعه اللي ملهوش بديل في المركز بتاعه. مين اللي راح مطلع كورونا؟ ماليش دعوه بقى، الله والخف، الله والخف، في حاجه اسمها يا عم الله والخف يا عم. انا راجل اعتبرني بقول هرطقه. مين اللي لا انت شوف، فطلع ديانج. ديانج كان مين بديله يا بهدي؟ ديانج اللي احنا كان ديانج على فكره واو ولاعيب مؤثر، بس كان عنده بدائل. لازم يعرف ان كان هناك ناس، كان هناك مكتب متخصص للكشف عن كورونا، وحصل لخبطه في الكشوفات. اقول لحضرتك حاجه، كنا بياخدوها بحاجه اسمها بي سي ار ولا لا، راح تاخد تراب التيست في الكلام ده يا صاحب ناصر. يا باشا الاهلي متصل بكلامه بيقول انه اتلعب
في العينات مين عنده كورونا ومين ما عندوش كورونا عشان الاهلي يكسب. انا بقول لك عندي بيقول كده. بقول لك عندي ظهير ايسر مع الزمالك يا باشا. لو قلت عندي ظهير ايسر ملوش بديل. قلت عبد الله جمعه مؤثر مع الزمالك ما كانش ليه بديل. ملوش بديل. راحوا مطيرين قصاده ديانج اللي فيه بديل في الاهلي في نص الملعب. ما هو معناه كده. انا قلت عبد الله طلع. قلت عبد الله طلع يا باشا. ما تقوليش كلام ما قلتوش. لا انا عبد الله الظهير انت يا عم فسر انت براحتك. ما فسرش براحتك. مش اسلام صادق قال حاجه وطلع على الناس مش مسؤوله افسر للناس يا عم. وصل صادق انا رئيس لجنه المنشطات اسلام صادق يا باشا. مش دعوه هو كتب حاجه على الفيسبوك ما يكتب اللي هو عايزه. فالراجل جابه الكابتن خالد الغندور زميلنا العزيز اسلام صادق فبيقول له انت كتبت كده تقصد النادي الفلاني. قال له انا مش مطالب افسر مش مطالب ادخل لكل واحد دماغه اقول له انا كاتب ودي صفحتي الشخصيه في فرق لما مذيع طلع بثلاث شخصيات. ماشي بس انا عايز انا عايز اقول حاجه والنبي في الجزئيه دي. عبد الله جمعه انا بقول لك طلع كورونا والونش بخفش من كورونا وسميدة الثاني اوباما طلع كورونا عشان حضر فرح قبلها. ماشي. انت عبد الله ما كانش ليه بدائل عندي فبقول هو عبد الله يا عم كان مصاب بكورونا ما كانش ليه بدائل فانا اضطريت العب باسلام جابر فالجبهه اليسرى بتاعتي كانت مكسوره الجناح. انت ديانج لما طلع ديانج لما طلع كانوا مين اللي يعني النهارده لما بتطلع ديانج كان كام ديفندر في الاهلي موجودين ولعبوا. ما انت كان عندك عمرو السوليه الزمالك كان قوي والاهلي كان فرقه ضعيفه. ماشي ورغم كده كان الزمالك قوي. انت عارف مين لعب يعني اجيب لك شمال تجيب يمين اجيب لك يمين في عندي لا اسمعني انت قلت الاهلي كان فرقه ضعيفه. لا 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 كان عندك اشرف بن شرقي وعندك زيزو وعندك مصطفى محمد وعندك يعني عندك كل دول كل دول وبتاعت عبد الله جمعه. بس كان عندك مين اللي بيلعب كل دول وبتاعت عبد الله جمعه يا باشا ماليش دعوه. لا بعت على عبد الله جمعه وعندي لاعب كان عنده 19 سنه لاعب باك رايت في نهائي القرن ده اسمه احمد عيد. طب ما يلعب يا عم. ايه المشكله ايه المشكله ما يلعب. احنا شفنا اللي بتاع اليورو طب الراجل المغربي 16 سنه وكاس الحكم المغربي اللي اتغير ده يعني الراجل اللي اسمه ايه رضوان جيد بس يا باشا قلت لسه برضه انت لسه عايشين من محمد في نظريه المؤامره والحكام يا باشا. لا اصل انا عامل رابطه انا اللي فتحت الموضوع. انا لا عندي مجلس قعد قبل النهائي ده لا مجلس منتخب قعد قبل النهائي ده اتسرب ان هو ماشي تمام زي ما عندي رئيس نادي طلع حكم بحبسه. طب هو دلوقتي اتسرب ان مجلس الزمالك ماشي لو خسر الماتش. هو دلوقتي اتسرب ان مجلس الزمالك ماشي لو انا مستغرب ان مفيش حاجه اتسربت. ما انا كنت بتعمل المقارنه ان الزمالك هنا فريق بحجم الاهلي كرويا من حيث القوه مع فريق القيمه التسويقيه ولكن مدعوم من الدنيا كلها عشان. اعلام وغير اعلام ودوله وجماهير. خد بالك هو مش فاهم عشان كده ال 99 بتوعك غلط لانه لا في حاجه اتسربت ولا في حد اصلا عشان في رسالة مهمة جاية لي للتاريخ بدل بتتكلموا لان الربط ده عاجبه. تزوير اربع عينات على مسؤولية الاهم اربع لاعبين في الزمالك وادعاء اصابتهم بالكورونا لان كان اجباري هذا المكتب وبعد ما عملت هيصة طلعوا ديانج قصادهم. تغيير الحكم كان علامة استفهام وقتها. رضوان جيد واتغير بالحكم الراجل الله ينور عليك وحكم الفار اتغير وحكم الفار تم تأماله ماشي ايا كان قالوا كورونا ما سافرش يا باشا ايا كان احنا سافر تاني يوم قصدي. بص انا حبيت النهارده النادي الاهلي بره يا باشا اعمل حاجه جديده ان المباراه دي من وجهه نظري انا عبد الناصر هي زي القرن ستكون والتحول من الفرقتين الفايز في حته والمهزوم في حته. طب اقول لحضرتك حاجه والادارتين عارفين كده بس هقول لحضرتك حاجه الربط ده المحترم اللي انت عملته تبعات الخساره على النادي الاهلي مش زي تبعات الخساره على نادي الزمالك. يعني انت لما بتتكلم في المكسب الاهلي هيطير لانه هيواصل التحليق على البطولات القاريه وهيمنه تامه كامله. محمد مهدي مش فاهم دماغنا. محمد مهدي بيتكلم فنيا الاهلي يستحق يا باشا. لا 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 يا باشا اداريا يا محمد بص خلينا نتكلم بامر الله. اداريا الزمالك كان وقتها زي ده زي دلوقتي انت بتتكلم لا ما حصلش. امال كان ايه؟ مش كان عنده مجلس اداره ساعتها؟ يا باشا ده قرار الحل بلا قبل الماتش. ماشي بقول لك كاتبين في اخبار رياضه ان المجلس ماشي يا باشا. انا كاتب في اخبار رياضه ولا كاتب حتى في اخبار اليوم كان مشيت والله. ايه مشكلتك؟ يا باشا بحج في حق لك الاهلي في جمله مفيده. هو انت واخد انت بتدخلني ليه في الموضوع؟ يا باشا ما هو يبقى انت بتتكلم الاهلي ملوش علاقه. ملوش علاقه. احنا دلوقتي بنتكلم على ظروف احاطت بالزمالك قبل مباراه القرن. النهارده مجلس هل هي نفس الظروف دي؟ مجلس الكابتن حسين لبيب وله كل الدعم مننا قبل هذه المباراه المهمه وبنتمنى ان شاء الله نادي الزمالك يكسب ولكن في حاله لا قدر الله اخفاق نادي الزمالك في هذه المباراه هيروح في حته ثانيه هتروح في حته ثالثه تحت
ليه؟ لانك انت بتبني كمان يا مهدي على خساره كل البطولات المحليه. منتصر ما كسبتش غير كونفدراليه وفي الطايره ما كسبتش غير بطوله. بس سيبك من الكوره, بيقول لك الفنيات والبطولات. لا انا بتكلم عدد البطولات اداريا, سيبك من ده. ايوه طبعا انت 22 بطوله خسرانهم, انت بتطلع كل الدعم. انت عايزين نتكلم في سلبيات على ندعم المجلس, ولكن انت ماشي. بقول لك ما هو خسرت 22 بطوله. لا انا بقول لك قدر الله لو انت خسرت كمان, لا انت في حته ثانيه هتفتكر. يعني لو انت كسبت هيبقى بدايه خير للموسم الجديد. احفظ كلامي, احفظ كلامي, احفظ كلامي. الاهلي راح فين بعد 2020؟ والزمالك راح فين؟ طب انت الساعه 9 مساء تنطلق السوبر الافريقي. طب اقول لحضرتك حاجه, انت 12 بص 12 بالليل خريطه جديده داخل الزمالك وداخل الاهلي من اعضاء الجمعيه الامويه. وهنا ده كلام خطير اللي انت بتقوله, كلام محترم وله معطيات. اقول لك على مفاجاه.